مساكم الله بالخير. في هذا الموروث الثقافي العريق نقول أهلا بالسعوديين، أهلا بالخليج، أهلا بالعروبة، أهلا بالهجانة أجمعين، أهلا تشاركون فيها الفرح والترحيب، أهلا ضيافة وعونا وأخوة، أهلا نسابق الزمن فيها للترحيب بكل من يشاركنا في هذا المهرجان. أهلا أنتم رأس الحال والمال، أهلا يخالجها الحب والصدق والسلام. يقول ياسر التويجري يوم أبو تركي بغى نجد وهيلة ديرة أجدادها للفعل الثباتي، روحا مثل القطا صوب الثميلة ضمرا تضفي عليهن العباتي. نعم الأجداد امتطوها عبر الزمان وتوارثها الأبناء مع السنين وأحيوا ذكرها فخرا. باسم الموحد راسم الحدود بأمر المليك حامي الحمى وهمة العضيد ولي العهد نقول حياكم الله في موطن أبو فهد أرض الدين والقرار والسيادة في مجلس وخلال مجلس الصياهد. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. مشاهدينا مجددا نجدد الترحيب بكم عبر مجلس الصياهد والمقام على هامش جائزة الملك عبد العزيز
لسباقات الهجن في أسبوعها الختامي، وعلى مدى 252 شوط هي أشواط الرموز تقام لنخبة الأصايل في هذا المهرجان. خلوني أرحب بضيوفي في هذا الاستوديو، بداية بالأستاذ سعيد البرطماني، حياك الله معنا أبو صقر في هذا الاستوديو، مرحبا ومسهلا. الله يحييك أخوي عبد الرحمن، حييك ورحب أخواني المتواجدين بالاستوديو، وأيضا أمسي على المتابعين في البث الموحد عبر القناة السعودية في هذا المهرجان الكبير والعريق واللي استقطب كل ملاك الإبل والهجن في المنطقة، فنقولهم مساء الخير. الله يمسيك بالنور. أيضا كذلك نرحب بفهد بن قايل، حياك الله معنا أبو علي. مرحبا أبو نايف، مساك الله بالخير ومسي على الأخوان الحاضرين والمشاهدين، وفرصة سعيدة أن نشوف سعيد البرطماني وسطام السهلي وحمد بن بطي الغفلي وأبو نفير وابن خميس أعلام، أضافوا للأمانة أضافوا للهجن، الهجن فالها طيب وهي رياضة الأباء والأجداد، ويوم الله يسر وأمر الشيوخ رافقها فعاليات من ضمنها التحليل، الربع والله ما هو بمجاملة أعلام في التحليل، وأضافوا يمكن هل الهجن يعرفون منها الكثير أكيد ما يحتاج التحليل، لكن المشاهد اليوم أضافوا لها الربع الشيء الكثير وصار يحلل مثل ما هم جميل جدا. أيضا كذلك نرحب في هذا الاستديو بسطام السهلي، حياك الله معنا أبو علي. يا مرحبا، رحب فيك عبد الرحمن، رحب في الأخوان المتواجدين ورحب في المشاهدين سعيدين اليوم بالتواجد في مجلس الصياهد اللي يقام على هامش مهرجان الملك عبد العزيز الإبل ومهرجان أيضا لسباقات الهجن، سعيدين اليوم بالتواجد، سعيدين بالمشاركة. للأمانة عمل جبار يقومون فيه القائمين على هذا المهرجان سواء على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد التنافسي أو على الصعيد المزاين، شيء صراحة يفخر فيه الشخص أن يشاهد هذا العمل سواء التراثي أو التنافسي في أرضية ميدان الصياهد. جميل جدا. أيضا كذلك يرحب بالمهندس حمد بن بطي الغفيلي، حياك الله معنا أبو بطي. أحييك أبو نايف، أمسي عليك وعلى الأخوان الحاضرين وكذلك على المشاهدين، والليلة أعتبرها ليلة استثنائية كحضور مشاركات، يعني نحن شفنا كسباق الفترة الصباحية وسباق الفترة المسائية مستويات حضرت، فدائما عندما يبتدي المهرجان قوي تكون النهاية أقوى إن شاء الله. جميل جدا. أيضا كذلك نرحب بالأستاذ محمد الصيعري، حياك الله معنا أبو تركي. حياك الله يا أبو نايف، أمسي عليك وعلى أخوان المحللين في مجلس الصياهد. بداية أجدها فرصة أن أرفع أسميات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمارهم على دعم هذا الموروث في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز الإبل. نشكر نادي الإبل، نشكر الشيخ فهد بن فلاح بن حذلين على هذا التوجيه وهذا الدعم الغير مستغرب. نشكر أيضا الهيئة العامة للرياضة الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي واللجان الفنية. أيضا نشكر الأخ صالح العنزي مسؤول الإعلام على هذا التطور، وبإذن الله راح نشوف مهرجان يليق باسم المؤسس بإذن الله. بإذن الله. أيضا كذلك رحب بمنصور بن خميس، حياك الله معنا أبو خميس. يا مرحبا أبو نايف، أنا أرحب وأرحب بإخواني المحللين والمشاهدين، وأقول أبرك الساعات اللي نجتمع نحن وياهم، والله يطول عمار المعازيب اللي حطنا المهرجان وحطنا جميع شيء يخص للبل من مزاين إلى مركاض إلى مهرجانات التراثية، والله يطول عمارهم. اللهم امين. في مجلس الصياهد دائما سيكون معنا عقول مفكرة حول سباقات الهجن والتحليل عبر كل شوط فترتية صباحية والمسائية. نستهل حلقتنا لهذا اليوم، خلونا نبدأ بالتنويه اللي ظهر صباح اليوم خصوص ملاك الهجن. تنوه اللجنة العليا لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بأنها ستطبق التشبيه والتسنين، ولن يقبل ركض أي إبل إلا بناء على الكشف الفعلي على المطية بمحضر البداية، كما أن للجنة كامل الحق باستبعاد أي مطية تراها مخالفة لذلك، وذلك لجميع الأشواط العامة والمفتوحة. وعليه تأمل اللجنة من الجميع الالتزام الصارم بهذه التعليمات وعدم المخالفة. هذا كان التنويه من اللجنة العليا مهرجان الملك عبد العزيز للإبل فيما يخص الهجان وملاك الهجن المشاركين في جائزة الملك عبد العزيز للهجن. خليني أبدأ معك أبو صقر، هذا التنويه بالطبع لكل مسابقة ومناسبة كلها أنظمة وتعاليم، ترى هذا التنويه قبل البداية لتكون الأمور متداركة قبل بداية كل سباق.
في البداية نشكر القائمين على هذا المهرجان وكافة اللجان العامة ذات الصلة في إدارة هذا المهرجان وإظهاره بالمظهر اللائق مثل ما تعودنا منهم في النسخ السابقة. يمكن العام الماضي حضرنا هذا المهرجان وكان النجاح صراحة يعني باهر، وكان ردود الأفعال كلها طيبة وفي رضا تام سواء على مستوى المشاركين وعلى مستوى أيضا الجماهير ومتابعين رياضة سباقات الهجن وأيضا الفعالية الأساسية اللي هي مزاين الإبل. هذا العام دائما اتحاد الهجن أو نادي الإبل في المملكة العربية السعودية حاطين نصب عيونهم دائما العملية التطويرية ومحاولة إظهار هذا المهرجان بالمستوى الطيب. دائما التنويه من ناحية التشبيه والتسنين بطبيعة الحال يعني شيء مهم في خاصة في رياضة سباقات الهجن من ناحية السن ومن ناحية تحديد التشبيه، فهذه من العوامل الأساسية. الشيء اللي يحسب للجنة أيضا هي الإعلان المسبق قبل انطلاقة بداية الأشواط، يعني تم الإعلان عن هذه الضوابط وهذه كلها تصب في صالح هذه الرياضة وإظهارها بالمستوى الطيب وأيضا ضبط عملية انسيابة الأشواط. جميل جدا. سطام السالف حول هذا التنويه تحديدا. شوف بداية عبد الرحمن، إذا بنسولف عن دائما الإعلان المسبق وتنبيه المشاركين في خاصة الضوابط والربط اللي تتم خلال سباقات الهجن، هذا يشكر عليه الإخوان القائمين في نادي الإبل ونادي الاتحاد السعودي سباقات الهجن، وشكروا الإخوان اللي قائمين عليه في لجنة الإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد السعودي سباقات الهجن، ومخص بالذكر أخونا صالح النزي. الإعلام مرتبط مع السباقات عبد الرحمن، دائما أنت إذا بتبلغ المشاركين خاصة مشاركين تتكلم في الصياهن، انطلقت اليوم الحقائق جاي من مختلف أنحاء المملكة من دول الخليج، الفحص المسبق التسنين والتشبيه يكون قبلها بيومين أو ثلاثة من السباق، لذلك لازم يكون في إعلام مسبق، وهذا الأمانة شفناه من خلال أيضا السوشيال ميديا في موقع الاتحاد السعودي سباقات الهجن وأعلن هذا الأمر. هذا يخفف على الملاك ويعرف الترتيب المعين المسبق للسباقات. التسنين والتشبيه مهم في عالم سباقات الهجن، إنه خاصة في الأشواط وفي التنسيقات اللي تصير، لذلك هذا جهد جبار. جميل. لإنضباط والضبط في المشاركة هذا أمر، ونشد بيدنا كإعلام الاتحاد السعودي سباقات الهجن على هذا الأمر، ونقول لهم بالعكس هذه الأمور طيبة، لكن الإعلان المسبق هو اللي كان نقطة المضيئة في هذا الجانب. جميل جدا. عشان بس وقت الحلقة باخذ معك سريعا أبو تركي في النقطة تحديدا، بعض يتساءل أنه هل هناك راح يكون فيه استبعاد اللي ما يتبع هذه الإجراءات؟ هذا التنويه واضح بأنه يكون فيه من حق كامل اللجنة باستبعاد أي مشارك لم يلتزم بالتعليمات. بالفعل أبو نايف، أي نظام في العالم كله، أي لعبة تخضع لأنظمة، الأنظمة والقوانين هذه ما وجدت إلا لحفظ حقوق المشاركين. اللجنة في نادي الإبل أو في الاتحاد السعودي للهجن حطوا هالتنويع على أساس الناس ينتبهون لهذا الموضوع. فأنا إذا جيت مشارك وشفت هذه القوانين قدامي وشفت الترتيب الزين، أنا أدخل للركض أو لأي أو المزاين أو شيء بمجمل عام وأنا مرتاح. يعني فيه لجنة قاعدة تقوم بعمل جبار. فهذا التنويه حفظ والقوانين هذه بشكل عام حفظ للمشاركين. جميل جدا. طيب خلينا نشوف التقرير الخاص بهذا اليوم، وبعد نرجع نكمل مع ضيوفنا حول هذه الحلقة والأشواط التي قيمت فترتها الصباحية والمسائية. يوم التحديات ويوم بداية السباقات، جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، ومع انطلاقة أول المشاهد حضرت كما يريد من وضعوا مطاياهم على أرضية الميدان، 18 شوطا للحقائق ومسافات 4 كيلومترات. فئات الصغار دشنت المشوار بالسرعة والمفاجآت، هكذا كان المشهد في ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن مع الانطلاقات الصباحية والمسائية. مرحبا بجميع الملاك والمضمرين والذين مثلوا جميع دول مجلس التعاون الخليجي. بدايات المنافسات جاءت من الفترة الصباحية والتي فاز معها جبارة لأحمد بن سالم الشرقي العامري بالمركز الأول في تحدي الأبكار المفتوح. وفي الشوط الثاني
أهدى البرنس مالكة راشد بن حمد الزفنة العفاري المركزي الأول والنوماس، وفي الفترة المسائية تقدمت هوايل لمسلم علي دري المنصوري على منافسيها لتحقق المركز الأول، وفي الشوط الثاني كان مرجاني الأول في الميدان وبقيادة مالكة عبد الرحمن بن حمد المغيري. هكذا جاءت الصورة الأولى في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، صورة عكست الاهتمام والدعم الكبير للتحدي المثير. من يعشق النوماس قدام العاني يهلا لصايل يا طويلين الايمان. اذا هذا كان التقرير الخاص بسباقات الجرة صباح اليوم، ايضا كذلك فترة المساء. خلونا نبدا حلقة اليوم خلال التحليل الخاص بالأشواط الصباحية، ونبدأ فيها من خلال الشوط الأول واللي ذهب، طبعا هي 18 شوط جرت في الفترة الصباحية، وذهب الشوط الأول الرئيسي لسالم بن سهيل بن الشرقي العامري، نقول له نوماس لك يا أبو سهيل. وخلال هذا الشوط نبدأ فيها معك مهندس حمد في الشوط تحديدا. نوماس سالم بن سهيل بن الشرقي على سبق جباره اليوم بالشوط الرئيسي. الشعار هذا في البداية ممكن نتكلم أنه هو اللي العام دشن انطلاقة المركاض، يعني العام حقق نفس الشوط الأول في الفترة الصباحية، وتكرر المشهد أن اليوم يحقق الشوط الأول في المهرجان. شعار ميز، شعار اعتاد على المنافسات الكبرى مثل المهرجان أو مثل مستوى الشوط الرئيسي اليوم في الفترة الصباحية. ممكن ملامح المنافسة بينت شوية بدري، يعني بين غبشة بكرة فالح بن حمود البلوي اللي حصلت على المركز الثالث، وكذلك اللي هي الذيبة اللاهوم بن سعد بن طالب الفهيدة المري اللي حصلت على المركز الثاني. كتواقيت زمنية بنايف السنة كمركاض الفترة الصباحية أفضل من تواقيت العام، يمكن العام التوقيت كان 6:07 تقريبا أو 6:08، اليوم 6:04 سباق الفترة الصباحية. على الرغم من اختلاف الميدان بس المستويات، أنا أشوف المستوى اليوم اللي حضر في الصبح والمساء المعدل العام بين 6:08، لكن يمكن أشواط 7:02 سعيد، لا سعيد في حلال مميز، خلنا نتكلم عن الحلال المميز. في حلال أقول أنا لا لكن في حلال العام ضبع، نتكلم عن المعدل العام لا مش عن الأشواط اللي المعدل العام سواء الأولى أو سواء في حلال، في حلال اللي توقيته فوق العشر و11 و12 و14 حلال طيب ونعم ونعمه منه ونهاياته طيبه، بس نحن نتكلم عن الحلال اللي تيم اليوم في اول الاشواط. المشهد العام استثنائي، نعم صح، لان العوامل الجويه تقريبا من الشوط الاول الى الاشواط الاخيره تقريبا عنصر الجو عندك ثابت، بس شو اللي يفرق؟ يفرق احيانا زحمه السبق في بعض الاشواط تجبر الشوط على انه يكون سريع ويجبر المطيع على التيم. نشوف الحين نحن جباره انفردت وحققت المركز الاول. طيب باخذ بك ابو تركي. نبارك للشرقي فوز اليوم اللي هي جباره، ومثل ما قال اخوي حمد هذا الشوط تقريبا بانت ملامحه تقريبا عند ال 400 كيلو عند ال 400 متر الاخيره. بكره اللي هي بن شريم، وايضا نشوف اللي هي بكره فالح حمود البلوي استوت منافسة، لكن ما شاء الله إمكانيات جبارة هي اللي حسمت الشوط لصالحها. ومثل ما قال الأخ حمد نفس الشعار دشن السنة الماضية أول الأشواط، واليوم رجع هذا الشعار ودشن هذا الشوط، وبرضه شفنا فيه تصريح لابن الشرقي ما شاء الله يعني يتحدى ووفى اليوم، واستطاعت جباره اليوم انها انتزاع المركز الاول. نشوف اللي هي جباره الحين والذيبه وبكره فالح حمود كلها ادن اداء الامانه ممتاز، والكل يعرف يعني ملاك الهجن للشوط الاول له مميزات تحضر فيه نخبه من الهجن. ومبارك لابن الشرقي فوز جباره وانتزاعها المركز الاول، تسجيلها توقيت مميز 6:08 و4 من اجزاء من الثاني. جميل جدا. معك ابو خميس. مرحبا ابو نايف. بس ما قال حمد جباره من يوم قامت هي بكره بلوي تنافس من انطلاقه بين جباره وبين بكره بلوي بين بكره بن شريم،
وجباره بخل السبوق ولا يستغل منها. أنا يعني بالركض ذا اليوم وتيم هاليوم في نفس الشوط نفس ما قال أخوي سيدي برضه التيم ما يحكم. التيم طال عمرك إني لقيت معك في الشوط سبق تقوم تساير اللي معك، أما لقيتك شوط نشوط يعني شوط عادي ولا وأنت بخابر المطاير اللي معك لا بتجيب تيم أفضل. يعني أقوله مو على إني إنك صرت تيم إنهم ما محمد طيسب ما محمد طيسب، لكن الشوط الأول دائما تقدم فيه نخبة الهجن نخبة نخبة البكار نخبة القعدان هذه دائما تكون أساير بخر السبوب. هو ساير طعمرك بخرة من شريم وساير بخرة بلوي بخرة بلوي بخرة من شريم كلها أسباق جميل. وهي سابقة بعد هي عندها ماضي مشرف سابقة بالوثبة سابقة في ميدان الشمال معروفة جميل هذه. جدا أبو علي فهد بن قايل كان يتحدث المهندس حمد بأنه اختلف التوقيت الزمنية على هذا الميدان نفسه، يعني ايش اللي اختلف على ارضيه الميدان حتى تختلف الاوقات الزمنيه ابو علي؟ والله مثل ما اشار اخوي حمد الجو لها دور. طبعا العام يمكن تذكرون يمكن الاجواء ما كانت مثل الايام دي. الشيء الثاني نبارك اول شيء للشرقي حصوله على الشوط الاول في افتتاحيه هذا فاعل للعزبه ولاهل الحلال ويحرصون على الشيء هذا. الامر الاخر اشيد بالميدان كان مسؤول عنها طبعا من السنه الاولى ناس متخصصين منهم المهندس عبد الله بن سعيد المري، يعني للامانه في غير هالوجيه وفي غير وجيه المشاهدين حتى التربه شلوها لاكثر من 14 مره علشان تكون ارضيه الميدان مهيئه وجاهزه، وهذا ما اشار له المهندس والاخوان. اليوم كل العوامل المساعده فنيا موجوده ولله الحمد، وهذا يعود لله الفضل ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورعاية ولي العهد المشرف العام على نادي ليبل، كذلك أسماء آيات الترحيب نرحبهم أهل الهجن باسمنا وباسم القائمين في اللجان اللي نشوفها اليوم ولله الحمد ما حصل على أي ميدان. اليوم تعلن نتائج الساعة 5 في المزاين وفي نفس الوقت تعلن نتائج الركض صحيح في الأشواق، وهذا مثل ما ذكرت ما يتحقق إلا بفضل الله ثم ولاة الأمر صحيح. أيضا معالي الشيخ فهد بن حثلين متابعة مستمرة سواء المزاين أو الركض. الأمور الفنية كما شهدنا وعهدنا من الاتحاد دائما حاضرة. أنا أقول إن شاء الله نعيش فرحة وترتيب بيعجب هل الهجن وبيعجب المهتمين كلهم. جميل جدا أبو صقر، هالشوط تحديدا وكل الأشواط تقريبا فترة الصباحية كان التنافس يصل حتى 500 متر الأخيرة، هالشوط تحديدا ثلاث مطايا إلى خط البودرة يعني متقاربة جدا. متقاربة جدا نشوف، لأن أول شيء الشوط الأول يمكن دائما الشواط الأولى سواء شوط رامزوس الشوط الأول خاصة تحية المهرجان يكون التحفظ سمه تستمر في بداية الانطلاقة وحتى على الثلث الأخير، لكن لما يعني مجموعة من البكار وخاصة سن الحقائق ومسافة 4 كيلومترات كل ما تقدمت مجموعة يعني أكيد أن اللي في المجموعة الخلفة تقدم. شوف طلايع المجموعة اللي وصلت جبارة وشعار سالم بن سهيل بالشرقي أعتقد أن المشاركين واللي موجودين في سباقات الهجن يعرفون هذا الشعار جيدا وتواجد، وخاصة في الأشواط الافتتاحية دائما لها تأثير إيجابي. ياما أبو سهيل انتزاع أشواط الافتتاح المهرجان، وعلى ما أعتقد أنها جبارة يمكن تعرضت لمضايق ولمنافسة مبكرة، لكن كقوة تحمل وإمكانيات وصبر موجود لدى جبارة. شيء ثاني مثل بكرة فالح حمود وأيضا بكرة بن شريم وصلن واندفعن حتى أن وصلت مرحلة استلمت بكرة بن شريم، ولكن جبارة كانت عندها الإمكانيات وعادت أيضا للمنافسة، فيحسب أيضا الجبار بالإضافة إلى النتيجة قوة التحمل ضغط المنافسين سواء من المجموعة اللي كانت في بداية المسار أو المجموعة المنافسين عند انحصار المنافسة ما بين الثلاث. جميل جدا أبو علي. كما زيد على الأخوان عبد الرحمن دائما نقول حنا الشوط الأول شوط استثنائي ليكون فترة أول شوط المهرجان أول شوط بعد الرموز يكون فيه من الحلال الطيب يكون فيه دائما مستوى. أنا أشوف الشوط هذا يمكن أبو صقر قال كان في حذر، أنا أعتقد دائما المسافات القصيرة نوعية الثلاث حلال ما تنظلم جبارة طبعا نوم مسلب الشرجي ولهم من سعد على غبشة وبالإضافة إلى الذيبة الثلاث بكار ما شاء الله كلهم روحان في مستوى واحد، لكن فرقوا في آخر 200 متر أو 300 متر اللي هو صاملة يمكن تقول الأمتار الأخيرة كان الفرق الجبارة كمستوى عام. اليوم شفنا فترة الصباحية يمكن تسجلتين في الشوط الرابع أعتقد ناصي 6 دقائق و4 ثواني
المستوى العام للركض. يمكن اليوم أنا بس بتكلم على الميدان عبد الرحمن، الميدان اختلف على العام الماضي، يحسب لنادي الإبل، يحسب للقائمين على هذا الميدان، الدورة الأرضية، نوعية الحلال الفريق، نوعية المشاركة، نوعية الاستعداد، الجدول والرزنام الواضحة من فترة. صحيح. إن في هذا الوقت ترى الحلال يحتاج تعدل فترة زمنية. شفنا بداية النجاح اليوم من خلال تيمات الحصارات في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية. إذا أنت توصل لست دقائق وأربع ثواني فترة صباحية وفترة مسائية توصل ست دقائق وثانية، تأكد أن المنافسة على مستوى عالي. جاهزية الميدان وأرضية الميدان اللي سمعنا أنها تم دك أكثر من مرة، 14 مرة، وأنك تشيل 30 سنتي وتحط اللبشة، أعتقد هذه كانت أحد العوامل اليوم اللي شفنا تنافس في أرضية الميدان. الشوط الأول اليوم اللي استطاعت جبارة الحسم، شوط دائما ترى يتفائلون فيه بعض الملاك، بعض الشعارات تعطيك بوادر. ترى فترة الصباحية الشعارات اللي شفتها اليوم تألقت، ترى قبلة حلال ممكن تشوف التألق في أشواط الرموز بكرة وعقب. أنت إذا صاحب عزب وعندك حلال اليوم سبكت وحلالك أدى، يعطيك مؤشر عن حلالك باقي اللي بيشارك بكرة في الرموز واللي عقبه، إن قبلة حلال طيبة. لذلك هو دائما نقول في سمة التنافس، في سمة البوادر. أنت الشعارات اللي اليوم تألقت تصدق راح تشوفها المهرجان باقي الأيام. هو دائما يكون يعني عندك أبو ترك إنه الشوط الأول اختياره يكون صعب والمنافسة فيه تكون. ترى المالك عبد الرحمن يحتار، عندك بكرة سبوق صح ما تقدر تدزها في الرمز تغامر فيها، ولا تتأخرها في الأشواط المتأخرة، يكون خيارك الأفضل الشوط الأول اللي عقب الرموز أو الشوط الأول اللي قبل الرموز. يعني يكون هذا إذا أنت مثلا البكرة عندك تشوف أن البكرة هذه ما هي مروحة في الرمز مثلا، يعني هذا طبعا تقييم مالك مش تقييم عام. والله في بكرة فارط في السبق، ليش أخسر بكرتي وأظلمها مع بكرة مثلا فهد أو بكرة منصور؟ هالحلال يعرفون، ولا أني بظلم بكرة بوديها في أشواط متأخرة. لذلك دائما يكون الخيار الأول في الشوط الأول يكون يا بعد الرموز يا قبل الرموز، هو عنده أني أنا فزت، لأن المطية هذه راح تركض سنوات، مش هتركض يوم وتوقف. بما أنك خيت الشوط الأول تأكد أن يوم اليوم راح تأخذ رمز. جميل جدا. طيب والتغييم يتطور فيها. جميل جدا. طب أخذ معك أبو تركي، يعني سالم بن سهيل اختار الشوط الأول في النسخة الماضية يعود مرة أخرى ويحصد المركز الأول فيها عن طريق جبارة. اختيار ما يقول انه البعض ابو علي يقول انه يصعب احيانا اختياره بين الاول او الاشواط المتاخره، لكن سالم السهيل تحديدا اختار الشوط الاول في النسختين. شوف ابو نايف، بالنسبه لابن الشرقي ساحه الركض عارف هذا الرجل، خاض اشواط رموز وخذ رموز ونافس على اشواط رموز، وعزبته دائما يعني الرجل يقيم حلاله بالشكل الصحيح. في حلال يوديها شواط رموز، فيها حلال يوديه فترة صباحية شوط أول، فهذا طال عمرك يعتبر عن إمكانيات وقوة وتركيز المضمر. جميل. في اختيار الأشواط. في نقطة أبو نايف يعني من حقنا أن نعرج عليها بعيدا عن الركض، أبو علي فهد قايل قبل شوي ذكر نقطة مهمة اللي هي جهود نادي الإبل في موضوع إنشاء الدورات والعمل اللي يقومون به نادي الإبل. للأمانة عمل احترافي جدا جدا، أنا سمعت إن فيه التربة نفس التربة أعيدت أكثر من مرة ومختبر خاص بالتربة لاختيار التربة المناسبة لركض الهجن. اليوم نشوف الدعم على أرض الواقع ولله الحمد فضل دعم القيادة الرشيدة. اليوم نشوف عمل احترافي، مثلا في اليوم شفنا الدورات الجدد دورتين من غير الدورة الأولى اللي كانت في العام الماضي، شفنا برضه طال عمرك تنسيق الدور، الإنارات، المداخل، المخارج، يعني شيء يا أبو نايف للأمانة نفتخر فيه كسعوديين أن هذا الشغل يصير عندنا، وهذا الاحتراف في العمل. جميل. احنا نتكلم في احتراف في العمل والدعم ولله الحمد القيادة ما قصروا في شيء. اللهم لك الحمد. طيب والمهندس لاحظ الفرق في التوقيت والتوقيت البرطماني عشان قفل الشوط الأول. نعم. اللي هي التربة، يوم أتكلم عن التربة، أنا شفت تربة الميدان دورة 4 كيلو، التربة شوية فيها ليونة، يعني ممكن أنها ثقيلة شوية على الحلال بس ما لها مضاعفات عكسية على المطية، ما تضر. يعني أحيانا التربة الأرضية لما تكون شدد المطية تيب ركضها بزيادة ممكن أنه يثر على مركضها القادم، بس الحلال اللي اليوم ركض في الميدان يعني أنا أشوف التربة ما لها أي انعكاسات سلبية
على ركض المطية اليوم. بس حمد هناك في نقطة بدنا نتكلم عن التربة، يعني على استمرار الأشواط على مطينا عوامل التسوية موجودة نادي الإبل، يعني هذا الجانب مغفله بعد الأشواط وانتهى من الفترة الصباحية تم يعني التسوية أو عملية الرش، لأن أحيانا بعد التسوية كثر التسوية يمكن لا لا التسوية مستمرة، بس أنا أتكلم أنا فهم لك لا أنا بوضح نقطة التربة ما يفعل الحلال بوضح نقطة حمد، بس ترى في أحيانا لأن يقول عبد الرحمن الأرض لما تكون شدد مطية تي بركض قوي المركاض اللي عقبه تأثر. خلنا على حمد كان على العكازات تكلم لك عن يعني مثلا بعد الأشواط إذا تمت عملية التسوي يمكن أن تأثر وتحول إلى شداد، وتحول إلى شداد يمكن حمد غطاء هذا الموضوع من ناحية تأثير أبوش عقبه مهرجان الجاي، لكن هو الرش بيكون وخاصة في المرحلة الأخيرة من الشوط تكون يعني عملية زينة أشوفها ومناسبة، يعني على أساس أن يكون تماسك التربة لا أكثر ولا أقل، يعني تربة صراحة طيبة وتربة يعني ممتازة، لا دهسة ترامبلت قوية ولا تعرف أنها فيها يعني الميدان شفناه اليوم في IBU بس لا صراحة البرطمان نفس كلام لكن بس صراحة لا أقصد أنه لا تكون تسوية الدورة اليوم شفناها رغم واحد سعيد الله يخليك الرجال مهندس يعني هذا شغله انا اتكلم لكن شو مهندس تربى على ما اعتقد لا بس عشان مهندس تشمرونه كله كان لو مش مهندس تربى سعيد بس نعرف الارضيات نشوف نحن نتائج نشوف صاحب هجن يعني انا الصاحب دائما طيب خلينا نشوف الان الجرافيك الخاص او القائمه خاصة بمجريات الشوط او فترة الصباحية او مراكز الشوط الاول فترة الصباحية. حياكم الله مجددا مشاهدينا، أغلقنا ملف الشوط الأول فترة الصباحية، نعرض لكم مجريات الشوط الثاني كذلك اللي فترة الصباحية واللي راحت مع البرنس الدكتور راشد بن حمد العفاري، باخذه معك في سن حقق قعدان أبو خميس هالشوط تحديدا. احنا قلنا دائما التنافس يكون في 500 متر الأخيرة في تقريبا جل الأشواط في الفترة الصباحية. يا مرحبا، شفنا اليوم اللي هو البرنس قعود الفاري، قعود الفاري يعني ما يستغرب عليه انه يقدم الشوط الاول لان قعود ماضيه مشرف، وقعود الفاري من سلاله تقدم الشوط الاول من دون قصور في اللي معكم. قعود الفاري اليوم هو يا قعود بن سالمين وقعود محمد بن رمل الحليس، يعني اليوم تنافس قوي الى خط النهايه، بس ان اللي حسم الشوط يعني وكان الترشيح له مصب من البارحه اللي هو قعود العفاري ولا الجبار الهاجري ولا الجبار الهاجري اللي هو ولد الزعفرانه ولد اسمه جبار رشد محمد الهاجري شاهين سحب الشوط هنا لا هذا برنس البرنس اللي هو رج... ها ما وصل انا شاهين سحب الشوط سحبه شاهين اللي هو حق بن سالمين حق العامري هذا هو الحين، لكن اول اللي جر الشوط في البدايه قعود بن سالمين هني شاهين قدام والدود هني بالراهي هني دخول البرنس هني وصل البرنس احنا دخل عليهم برنس لان السلاله هذه يا مرايف ما هي بالسلالات اللي تقوم في اول الشوط، سلاله جبار وسلاله ناصي وسلاله الزمول معروف اسمه زول المختار دائما تقوم في اخر الشوط، وجبار هذا يعني هذا اللي تدنا من جميل جدا. مهندس حمد انه مثل بزافنا على هذا السبق سبق البرنس. انا اشوف القعود اليوم اذا بنتكلم مثلا فنيا عن الركض كاعداد مشاركه في الشوط الاول قعود يتسلل بطريقه ناعمه لين مقدمه الشوط، يعني احيانا بعض الحلال ممكن
يعني خصوصية الشوط الأول دائما تختلف عن الشوط الثالث والرابع والخامس والشوط رقم 10 والشوط رقم 15. الأعداد الموجودة اليوم تسمح للمطية السبوق أنها تأخذ موقعها من الشوط، وعقب تسمح لها أنها تسلل وتوصل للمقدمة. بس اللي يفرق عن الثاني والثالث والرابع والخامس اليوم مخزون المطية احتياطها ماضيها القعود، هذا سبق في مهرجان البيت متوحد عندنا في ميدان الوثبة وانتقلت ملكيتها إلى الدكتور راشد بالزفنة. فاليوم سبق ما شاء الله سبق استعراض، سبق مستوى. المطية دائما بنايف اللي توصل خط النهاية وما تكون طلعت ركضها كامل ولا توصل تعبانة، عرف أن عندها زود. وأعتقد أن بعد هالمركاض قعود هذا بيشارك في الرمز في ختام المرموم، لأن اليوم مستواه خلاص أنه يأهله أهل للشوط أنه يدخل في شوط رمز. وانفرد في النهاية يعني انفرد ما شاء الله ولا وصل القعود أنه تعبان. ترى عنده نصف قاعد فرز الخيام أظن سم طيب. حمد عنده زبقات طيب أبو صقر يمكن شوف أول شيء المسار الشوط طبيعي، أنا ما أعتقد أنه على طيلة المسار الشوط هي العلامة الفارقة هو وصول البرنس، والبرنس يعني تخلص من المنافسين بأقل مجهود، بما معناته بالأداء التلقائي تخلص من المنافسين وخذ مساحة. أعتقد أن الصورة كانت أوضح عن صحيح. الكلام يعني أنا لاحق يعني لاحق وقعود إمكانيات، يعني أنت اليوم يعني تستلم على مشارف مثلا 800 والكيلو متر اللقيط وتاخذ مساحه وبشكل تلقائي، يعني معناته ان قعود عند بعد مخزون في حاله ان تعرض للمنافسه. لكن على مستوى الشوط هذا ومستوى الاداء ومالته للنتيجه، يعني اعتقد ان البرنس كان يعني علامه فارقه في الشوط. يعني جميل جدا. وفي نقطه يعني مشاركات قعود هذه القادمه بتكون على مستوى رمز وبيكون في اختبار حقيقي امانه، يعني في باخذ معك ابو علي، يعني لما يكون تحدثت انه كان لاحق من الخلف ووصل المسار الاخيره، كان المضمر اللي هو الدكتور راشد بن حمد الفاري يعني حاول يستفيد من مخزونه حتى خط يعني 500 متر الاخيره الكيلو الاخير. شوف بدايه النومس بعطى الاوامر نومس الدكتور راشد بن حمد الزفنة على فوز البرنس. لو نعيد الشوط عبد الرحمن بتشوف انت المشهد كان عالي، يا ريت تعطيني الكيلو الاخير يا شباب. نعم عالي وراهي والوسمي بالإضافة إلى مستشار كانوا كلهم في المجموعة الأولى. ملامح الشوط بيّنت في آخر كيلو، وصول البرنس عند كيلو 100، وصول المستشار، وصول عالي، يمكن لو نلاحظ في المجموعة الأخيرة كانوا موجودين. لذلك أنت لو تقرأ المشهد أي واحد يسير الحلال يكتشف أن الشوط يعني أن الخطورة بين البرنس وعالي، لكن مستوى البرنس اليوم بعد ما تجاوزنا الكيلو الأخير ما شاء الله القعود قام يزيد قدام. دائما نقول حنا اللي يلحق من الخلف خاصة في المسافات الصغيرة يكون له افضليه، لكن مش دوم افضليه، يعني افضليه بنسبه معينه. منتصف في السباق الحين ما ظهر لحد عادي، هذا امر طبيعي حصل في السباقات وحصل في نوعيه من الحلال، يتاخر الحلال لكن يندفع في اخر كيلو 500. هني يعتمد على رعيه متى يحسب الغاره ماله ويعطيه الاوامر او انه يحركه في السماعه. لكن المشهد اللي شفناه اليوم هني لو لو لو, لو بتدقق هني بتلاحظ وجود شاهين اللي كان في مقدمه الشوط عند هذا، وخلفه اللي هو عالي بالإضافة إلى راهي والوسمي، هنا وصل اللي نتكلم عنه البرنس. هني تشوفه كان في الخامس، هني أعطاك ملامح الشوط في آخر كيلو أن الخمس اللي قاعدين هاي بيكون بينهم التنافس. كانت الأنظار بين البرنس وعالي قعود سالمين بن سالمين العامري اللي هني، لكن ما شاء الله هني بعد ما الظاهر حركوه في السماعة القعود ما شاء الله اندفع أو تلقى الأوامر، هذا فرق على الحلال. هني بدأ يتجاوز الحلال صحيح. تخلص منافسين قدام اللي هني لو نلاحظ في المركز اللي قدام اللي هو مستشار وعالي، وهني سار على ثرة عالي. لكن إمكانيات البرنس ما شاء الله مثل ما ذكروا الأخوان قعود هذا بتشوفه في أشواط الرموز، له ماضي طيب، له إنجازات. اليوم يأكد أنه قعود صعب في هذا الشوط، قعود اليوم استطاع أنه يفوز الشوط الأول. هني يمكن في آخر 600 ما شاء الله تجاوز القعود وحنا نقول في المسافات الصغيرة عبد الرحمن القعود أو الباكر اللي تفرق فارق 16-17 متر في آخر 500 هذه حالة استثنائية، هذه ميزة بالحالة. جميل جدا. طيب خلونا نشوف اللي قال أجراه زميلنا أحمد أبو مسمار اللي كان مع الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري صاحب المركز الأول في الشوط الأول للقعدان اللي تحصل من خلال البرنس على المركز الأول. شوف هذا اللقاء وبعدها نرجع لكم. مرحبا، حياك الله، رحب بك والحمد لله على التوفيق الطيبة. والله هذا مسار نفسه القعود في بداية الانطلاق يكون في نص الحلال، ومن ينتصف المسافة يسير على الحلال الروحة،
ومن بداية في الكيلو الأخير استلم المركز الأول وواصل إلى خط النهاية. والله في البداية لن نقعد في نفس الحلال، ما تعرف شو عنده يعني يقدر يواصل ما يقدر يواصل، لكن المطية عادة إذا انطلقت في الشوط وإذا كان تبقى عليها كيلو وشفتها نباتها طيبة ويعني متوجهة إلى الفوز يعني تعطيك ملامح يعني فوز. البرنس شرية ما شراه ب 800,000 في من شارة من جائزة زايد الكبرى، واشتركنا بها في مرموم حصل على رقم متقدم بداية مشاركاته، وهذا اشتراكه الحمد لله اليوم. أبوها يبار الهاجري وأمه ما أدري والله عن أمه كم شرية ما أدري إيش، أمها أظني بنت مشهور ملك ريال وهيبي بس ما يحضرني اسمه. الإنسان يشوف إذا شارك في الشوط الأول يشارك بحقيرة حلالة، وبالنسبة أول افتتاح المهرجان هذا يكون يعني الشوط الأول يعتبر ناموس صغير يعني بداية المهرجان هذا، والحمد لله على التوفيق طيبة. يعطيك العافية زميلنا أحمد أبو مسمار، كان هذا مع المضمر محمد بن علي الجحافي. لكن قبل ما نروح للقائمة الخاصة بالشوط الثاني، شاهدنا أبو تركي الحديث محمد بن علي الجحافي المضمر أنه ذكر زي ما ذكر الزملاء أنه البرنس يعتمد دائما في الكيلو الأخير تبدأ ملامحه. بالفعل أبو نايف، بداية النومس للدكتور راشد بالزفنة العفاري فوز البرنس، وغير مستغرب على عزبة الدكتور المنافسة في الأشواط الأولى وأشواط الرموز. إمكانيات أبو نايف البرنس ما شاء الله مثل ما قالوا الأخوان المحللين هي اللي فرضت الواقع هذا الشوط، وصوله إلى الكيلو الأخير بدون تكلف وأعطى الأوامر ما شاء الله تقريبا في 200 أو 300 متر الأخيرة، باعد بينه وبين القعدان اللي معه. القعود ده مثل ما قالوا الأخوان بتشوفها في شوط رمز، دائما منشوف ما شاء الله دكتور راشد صاحب الدرع جميل. هذا طال عمرك دائما تصريحاته ما شاء الله تعطي المنافسين قوة ويصير تنافس في الأشواط الرموز، فأقول الله يعين أهل الحقائق. مثل بالفعل هذا الشوط مثل ما قالوا الأخوان وصوله إلى تقريبا للكيلو الأخير بدون أي تكلف هو اللي حسم الشوط. مضمره عارف مركاضي يقول هو دائما كيلو الأخير يعني. إيه نعم، يعني أنت ما شاء الله وعدين مشرب قيمة ما هي بسيطة، يعني شاريه بقيمة ما هي بسيطة، هو وحريص إنه يشارك في هذا المهرجان، وخذ الشوط الأول وما شاء الله تبارك الله باعد بينه وبين المركز الثاني، ولا صدرت أوامر يعني مباشرة واجد عليه، لا حصل النقطة في الشوط الأول. مبارك للدكتور راشد بالزفنة العفاري جميل هذا الفوز والتوقيت المميز، ونتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. جميل، مبروك مرة أخرى ونماس للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري. خلونا نشوف القائمة ولستة الخاصة بنتائج الشوط الثاني، وبعدها نكمل حديثنا حول مجريات الفترة المسائية. حياكم مجددا، خلينا نشوف الآن قبل أن نختم الفترة الصباحية نذهب إلى التوقيت الزمنية وأفضل توقيت واللي كان نصيب الفترة الصباحية في الشوط الرابع للمالك سلطان محمد الشامسي. بأخذ معك أبو علي فهد بن قايل، هذا الشوط الرابع كان فيه أفضل توقيت في الفترة الصباحية. طبعا نهني الحاصل على أفضل توقيت في الشوط الرابع. شوط أول وشوط ثاني وثالث وفترات صباحية، يعتبر الرابع هذا حصل بعد أنه من الأشواط الأولى في انطلاقة هذا الموسم في جائزة الملك عبد العزيز، بالإضافة لأنه حقق توقيت مميز في الفترة الصباحية. هذا ناموسين على ما قاله، ناموس الفوز وناموس التوقيت. طبعا
مثل ما ذكروا الأخوان قبل، أرضية الميدان، الأجواء عطت أفضلية للتوقيت بشكل عام. اليوم مناسبة يعني 6 و8 6 و5 وشيء سلالة جبار. شوف أنت في الشوط الأول قعدان سلالة جبار صحيح. اللي هو جبار الهايري زعفرانة وذي الحين وذي ناصي المختبر صحيح. وجبار يعني نقول سلالة المجموعة العلمية المتقدمة ماشي. المختبر اليوم قالت كلمته والفترة المسائية مرضي الشلال كان جميل. تواجد طيب أبو علي، هذا يعني نقدر نقول أنه برضو على كلامك أبو بطي نعم. مهندس حمد أنه يعني حتى 3 أشواط اللي قبلها ما أثرت على الشوط الرابع فيما كنا نتكلم عنه أنه الأرضية ممكن تأثر بعد كل شوط. نعم لا القعود هذا ما شاء الله مستوى نومس البن حميري عسبق ناصي القعود مستوى فارق، بس هو ما حطه في الشوط الأول. أحيانا قراءات مضمر وين يحط مطيته في الشوط، ممكن يتابع في أحسن المطية، ممكن المطية متجاوبة عنده، ممكن أول تجربة تحميل لها خارجية، ممكن المطية هذه مقاييس يعني لا مقاييس معينة، ممكن بدايات مشاريك. أحيانا المطية أنت تركضها من نص الموسم، بس ركض القعود هذا اليوم ما حتى ما يفرق عن ركض القعود اللي سبق في الشوط الأول. يعني القعود مميز بنهاية، الكل أجمع على أن القعود هذا هو نجم المركاض في الفترة الصباحية. لا مستقبل إن شاء الله. يعني إذا. يعني كثيم كسلالة كأداء ما شاء الله فرق. شوف شو مروح. وأنا صراحة أشيد بالقعود اللي حصل على المركز الثاني، قعود الفهيدة أعتقد. لأن مرة. القعود هذا شفته أنا في الكادر اليوم، كنت أتابع المركاض وأشوفه في الكادر لاحق من مسافة بعيدة. من بعيد. القعود اللي حصل على المركز الثاني. يعني قعود مصنف تصنيف قوي، إلا الناصي الصلاة على النبي ما شاء الله عنده فرق مستوى. كأنك تقول لو استمر 500 متر ثانية ممكن يفوز. ترى المطية أبو نايف الحلال في مطية توصل الخط يعني تعبانة. المطية اللي توصل لا اللي توصل تعبانة يمكن حتى ما تعوض قريب. بس القعود ما شاء الله يعطي حتى نهاية الشوط. يعطي واربع توقيته 6 و4. طيب. يعني افضل مقياس اليوم تقيم به الاداء اللي هو التوقيت. بس كان يعطيه اوامر طبعا استخدم العصاحته في اخر التوقيت مع انه ما كان في منافس قريب عشان التوقيت. لا اول شيء من جهه التوقيت انت اليوم مطيتك منفرد استحقاقات قادمه مشاركات قادمه اذا ضريت مطيه يعني سابق مرتاح وصلت بطان يمكن تفكر ربعه قبل خط المسافه، لكن اذا عودت على الضغط عودت على الهد المطيه خلاص بتقوم متعودة ما تكسر غارتها في حالة أنه تعرض لمنافس في سنوات قادمة مشاركات قادمة يكون بعيد عنده جوز التجهيز يكون التجهيز أفضل يعني طيب. أقوى طيب يعني يقول التوقيت كان مو مفاجأة اليوم. شوف 6 و4 توقيت أعطاه نجومية الركض في الفترة الصباحية يعني هنا ناصي تميز. البكرة اللي سبقت الشوط الأول ميزها أنها سبقت الشوط الأول. القعود اللي سبق اليوم في الشوط الأول تميز أن سبق في الشوط الأول جعدان. بس شو التمييز اللي تميز به القعود؟ توقيت. توقيت كسر طيب. توقيت على عجالة بخميس على عجالة ما عندي القائمة. قعود الفهيدة الأسبوع قال قعود الفهيدة لو أنا دخل الفهيدة لو أنا دخل القعودة في أي شوط خذ الأول لأن تيمة 6 و6 الأتيان في الباقة من 6 و9 6 و10 6 و11 6 و12 يعني طيب خلينا نشوف القائمة الخاصة بأصحاب المراكز الأولى والأول في الفترة الصباحية بشكل كامل، وبعد نرجع نفتح ملف الفترة المسائية. مصدر فخرها مؤسسة الدولة ومصدر فخرها
إذا كانت هذه القائمة الخاصة بأصحاب المراكز الأول في مجريات 18 شوط وقيمة الفترة الصباحية، واللي قلنا ماسي جميع المتوجين بأصحاب المراكز الأول في الفترة الصباحية. خلينا نأخذ فاصلنا الأول في حلقتنا لهذا اليوم، خلوكم معنا ومع محللين. حياكم الله مشاهدينا مجددا بعد هذا الفاصل الأول في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم مجلس الصياعات. خلونا ندخل في مجريات الفترة المسائية واللي كان فيها الشوط الأول لسالم بن علي المنصوري عبر مطية هوايل. خلينا نبدأ معكم فيها، معك أبو صقر. نقول الناموس لأبو علي مسلم بن علي بن دري المنصوري بفوز هوايل وحصولها على المركز الأول. هوايل شفناها تشوف الان يمكن تقريبا المركز السابع ثامن، حامل رقم 16 على مقدار رقبتها، موجود من ضمن الشوط الان. يمكن هذه المرحله في نصف المسافه مجموعه الابكار متقاربه على ما اعتقد، ان وهذه في الاندفاع الاولى يعني قبل اصدار التعليمات المباشره، يعني كانت الان يمكن استلمت على راس حربه الشوط. شعار بن دري المنصوري دائما تواجده لافت في المنافسات، نشوف فلان على رأس حربة الشوط. يعني التصوير الجوي عليه أن يكون يعني من فترة، لأن في المطر هذه المرحلة الأخيرة يكون شوي صعبة، لا مش صعبة، الإنسان ودي يركز إذا تغيير أو شيء مطية لاحقة من وراء أو تعليمات مباشرة تكون الصورة أقرب للواقع. لكن 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 المقبل عام حنتابع تابعنا في الشاشة. لا لا شوفه بروك أبو صقر، بروك المسار كامل. لا أبو صقر والنداء بعد لحق إن شاء الله. حرم الصدر والله نقطة مهمة اللي ذكرها أبو صقر. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء بكرم يتابعني على الهواء مباشرة وموجود في المجموعة الأمامية، وبكرة كانت تسير بهدوء، لكن أنا أتحدث عن مثل بكرة هذه اللي استلمت الحين المركز الأول، كيف كانت تسللها وكيف عادت البكرة، عن فرق بين التصوير الجوي والتصوير العرضي اللي نشوفه الآن على الشاشة. يمكن الآن هذه المرحلة الأخيرة هي بتصدر التعليمات، لكن يحسب لصراحة لأبو علي يعني ترتيبه من ناحية توزيع جهد مطيته وعدم الاستعجال، كان يعني استمه الغالب، ويمكن الفيصل بالإضافة إلى إمكانيات البكر اللي هي هوايل كان أيضا تصرف أبو علي له دور كبير، وخاصة عندما يتقارب المتنافسين دائما تعول على شو اسمه الأوامر. لكن بحالة أن إمكانيات المطية وفارقة هني تكون الوضع يختلف، المطية يكون له الدور. هاي المساير أقول لك، المساير تعول له عندما تقارب المستويات وعندما تكون المنافسة على مشارف الخط. أما إذا المطية فارقة مثل الأشواط اللي شفناها الفترة الصباحية وخاصة شوط البرنس، كان فارقة البكرة اللي سبقت والبكرة اللي الثانية، فرق عن المجموعة كلها فرق عن المجموعة. لكن تخيل أبو علي لما طلعت البكرة هذه راح يطردها، يعني بيكون يعني الوضع يختلف. لا ما يطردها لانه سير البكره قريب قريب لو تلاحظ البكره خلت مساحه حمد. بس ما بعدت سيد ما بعدت. شوف انت على مشارف الكيلو في 80 مطيه تاخر عنك شوط حقائق وضع غير مأمون. ابو صقر اول شيء النومس اللي مسلم المنصوري على فوز هوايل، والنومس ايضا فايد على فوز ثقل. ابو صقر الرجال ما ظلم البكره، انا اقول لك ليش سايرها صح، يوم تعدته ثقل صارت على ثارها صارت. نعم. يوم العزو على الحلال درى الرجال انه منافسته اللي قدامها بس فقط حافظ صار. حافظ غارت بكرته فاخر 300 متر 400 متر سار على ثارها ثم
هذه أول شيء خبرة مساير ثقة في هذه، والبكرة ما شاء الله أداء وتأمل حصلتها. هو نفسه هو أبو صقر ما شيء جديد. هو كلام أبو صقر. لا 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 أبو صقر لا تقول ما شيء جديد. أنت تكلمت. لا احنا تكلمنا. البكرتين ساروا قدام. حلو يوم ساروا قدام وتجاوزتك بكرة، ترى أصعب شيء تجاوزتك بكرة وصارت قدام، صار على ثارها. دار الرجال السبق بينه وبينه ثقل. بين اختلاف ما قلنا اختلاف. أول شيء المشاهدين، وهل هنا يمكن الصورة أبلغ من الحديث؟ يشوفونه من خلال الصوره. لكن احنا نتكلم اليوم عن بكره تجاوزتك عند ال800 وخذت عنك مساحه. ما اخذت سيد مساحه. سيد يا جماعه رجعوا الشوط. لا اعطنا الشوط. اعطنا الشوط. تكلم بهمه ال50. اعطنا الشوط مخرجه معلش تعبناك. اعطنا الشوط. البكره راهيه مع هذا الشوط. يا ابو علي. يعني تعطيك بس اخر كيلو. اخر كيلو. 800 و600 اي مسافه تاخذها ولو طولين المطيه عنك صعبه. انت داخل مرحله. وبعدين شوف هوايه كانت موجوده على الشوط. ممكن اقول شيء؟ الحين المطية اللي تاخذ عنك فارق وعصر لالي في الابطان ومنفردة وترقص بعيد ممكن انها تخوفك، لكن البكرة عصاها برا وتشوف ان بكرة كثير عليها موجود. انا اتكلم عن الشوط البكرة الفهيدة اللي هي ثقل عصاها برا بتشوف ثقل احمد بتشوف زين. هل انت قيمت على هذه النظرة؟ انا ما قيمت. لا حتى قدامك انا ما قيمت على هذه النظرة. هذه الصورة بتشوفها بعدين. وين الصوره بعد؟ بس لا ترى صوره التصوير قوي ب 600. ترى لي اقول انا اقول لك ب 600 لكن وصلت 600. هذه البكره راحت. يا جماعه الخير شوفوا انت هذه مرحله. هذه مش المرحله الاخيره. ابو صقر ما اخذت مساحه. لحظه بس انا بكون معك ابو صقر. ليه؟ اول شيء ابو بطي اختر معك موضوع يقول انت ليش ما تحب الكاميرا اللي درون هذه البعيده، وقال لك انه الحلال الفايز فارق على المجموعه. شوف الصور هاي بالبرامه تاخذها من لقطه، لكن في المرحله التنافسيه هاي عندك البكر الحين. بعدين شوف هو ابو علي ما استعجل يا جماعه الخير، ما راح ورا البكر يطرد في المرحله الاولى. متى طلب عليه في المرحله الاخيره؟ سعيد صلى على النبي. سعيد البكر عثرها بصقر. خلنا بس نعطي ابو محمد ابو والله ما شفت بين كلامي وبين كلامه. بس انت تبغى سعيد انت يوم تقول ما راح يطردها البكره ما بعدت عن البكره، يمكن البكره قدامه هو ليش يضرب عليها؟ الحين البكره عصاها مطلعه برا وبكره تضرب. يمكن يصير مو مطلوب على بكره بيروح نفس مبكر. كيف ينافس مبكر؟ مثلا البكره بعدت عنها. لكن ابو علي ما استعجل وراح مع البكره. طيب يا ابو صقر البكره تسير بشكل تلقائي. البكره عشان يتوحد الكلام الشباب. ابو تركي انا اختلف مع حمد وسطان لانه عندنا شوط ثاني. تكفون اختلف معهم. انا مع نظريه ابو صقر. ابو صقر يوم يتكلم عن التصوير الجوي احنا في الكيلو الاخير نبغى نشوف المنافسه بين من ومن. تصوير الجوي لا صار ما تكلم عن الجوي. احنا نتكلم عن الشوط. هذا احنا نتخلف عن الشوط ما تكلمنا عن التصوير. شوف بالنسبه للمساير هذا امره منتهي. يعني انت تتكلم على على بندري يعني رجال خاض غمار اشواط رموز. يعني ما اليوم اللي انا اقول ان بندري لا 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 تكلم عن امكانيه خبرتي في الشوط او شيء. بندري عشان ما اختب عليه عشان ما اختب عليه. زعلتوا علينا ابو صقر يا ابو علي. زعلت ابو صقر. ابو صقر اول شيء ابو صقر ابو صقر يعطي مجال الاراء والمشاهد يقيم. انت اذا لست انت لا تفضل كلكم يعني الباب حوار مفتوح المشاهد هو اللي يقيم الموضوع يعني فرقا عن الشوط. معلي طيب خلينا ناخذ القائمه الخاصه في مجريات الشوط الأول المسائي وأصحاب المراكز الأول أو جميع المشاركين في هذا الشوط. هذه أسماء الخاصة بالشوط الأول الفترة المسائية في أشواط البكار في سن الحقائق اليومنا الأول في اليوم أو الأسبوع الختامي لجائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجرة. خلينا نشوف مجريات الشوط الثاني. شوط القعدان راح مع مرجان لعبد الرحمن بن سلمان العتيبي. باخذها معك أبو خميس. يا مرحبا أخي أبو نايف. مرجان طال عمرك يمكن من دون كسر أخوني يمكن أقرب أنا له موجودين لما مرجان اتابعه من الصفري من بدايه الموسم. مرجان اتابعه يعني كسلاله كقوه. مرجان
رصيد أمه 6 سيارات في رصيد أمه. ومرجان اللي قبل يومين وثلاث أيام أنا كنت مكلم أخوي سلمان بن فلاج المغيري وأقول أتمنى مرجان يروح في شوط الرمز، وقال لي سلمان عبد الرحمن ما يبغيه السنة هذه، لأن عبد الرحمن طامرك داخل مرجان يعني يمكن السنة اللي قلنا مرجان من حشوة يعني من العسايف يعني توه يعني ما عنده يعني اشتراكات قوية، ولا كل يطمح للرمز الملك عبد العزيز كل يطمح فيه، لكن مرجان اليوم لو تبع مساء مرجان وعرف مساء مرجان يعني مرجان دائما يقوم في مقدمة الحلال، ومرجان طال عمرك عنده أكثر من سبقة في ميدان الرياض وأكثر يعني شركاته كانت في ميدان الرياض، ما راح أي يعني ما راح دول الخليج، هذا اللي أقول لك إياه. هو ينحدر بعد من سلالة غنية على التعريف، ينحدر طال عمرك من والد العور اللي هو مملوك لعبد الرحمن سلمان ابن فراج، ولد العور اللي هو ملك ملك عاطف قرشي ابن من عيال قرشي، والقود هذا ما يستغرب منه. هو شوف وين لحق وين. وثاني شيء زواره لا تطلعون صرع الوية بزعلنا ابو صقر زواره. شوف لو القعود هذا لا لا ابو صقر على الداعب لو القعود هذا في الشوط اللي وراء مع شدة الأرض أنا أقول جيب تيم أقوى من تيم هذا، وهذا التيم يعني هاي التيم يعني تيم قوي شوط أول 6-3. جميل جدا أبو علي فهد من قايل. بداية نبارك لعبد الرحمن المغيري أبو سلمان، هذا طال عمرك علم من أعلام الهجن، ويمكن راعي شودة فتاريخ المغيري معروف، لحوق القعود مثل ما تشوفون على الشاشة كان مميز مثل ما ذكر أبو خميس. القعود يمكن لو شرك فيها أشواط، لكنها رجل صاحب خبرة وتوه بادي في السباقات، وطبعا هو اليوم حضوره على أرض ميدان جائزة الملك عبد العزيز وتحقيق الشوط الثاني في الفترة المسائية له وضعه، وهذا القعود بيصير قدام وإن شاء الله بيكون له مجال كبير. أبو خميس تقول هو داخل لأي سن؟ هو الحين حق اي هو داخل اي سنه السن الجاي اللي هو اللي سن انا القعود القعود هذا حقاي. وشوف شوف الزوار القعود وين، هذا اكبر خلل المطيه. بعدين بقول لك اخوي بنا بحاجه واحده، المطيه دائما السبوك الطوف دائما من يمين ومن يسار، لكن المطيه اللي تطلع هذا شوف الحاجه وين طاف، ما هم مطاف المطيه. وشوف الزوار شلون خلل القعود يخل واجد. طيب بعطي ابو سطام سهلي. بدايه النومس ابو سلمان عبد الرحمن سلام وغيري راعي ركض وراعي انجازات وراعي تاريخ على فوز مرجان. مرجان قعود معروف سبوق، الشعر هذا غير مختلف عليه. مسار الشوط اعتقد هذا الشوط عبد الرحمن من البدايه لين وصلنا خط النهايه شوط مضغوط، وجود متعب ومنصف وشهاب، والاضافه الى شادي الاضافه الدجاج طوال الصور لو تلاحظ كان في تغير في الشوط لين وصلنا يمكن الكيلو الاخير، وصل اللي هو فجاج ومتعب تقدم ما شاء الله. اول شيء اهني رعيه اللي كان يساير القعود هذا، عرف غاره القعود من 700 متر ودقه اعطاها اوامر طلع القعود واستمر، يعني انت هذا دليل عن امكانيه ثقه مالكه في القعود. لو تلاحظ هني وصلنا 800 متر كان موجود متعب وشادي ومنصف وغياث وفتاج، ومرجان هني لو تلاحظ شوف هني تو استلم المقدمه على اللي هو غياث، هو غياث واللي وراه متعب واللي بالاضافه اللي وراه منصف، القاعدين الاربعه طلعت من فرده معاهم وراهم مجموعه فيها فطوره فيها حلال يدق ومتلاقي الاوامر، لكن ما شاء الله هني يقول بعض الحلال امكانيه راعيه. وبعد ابو علي بعد ترى متى ماخذ رمز هني 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 شوف الاوامر بدات تلقايه من بعيد، ترى الشوط هذا يختلف عن باقي الاشواط. وعبد الرحمن اربع قاعدين روحت قدام تلقت اوامر من فتره، هني نتكلم انه يصمل القعود يصمل هني بينه استوت المنافسه مع متعب اللي في جاء في المركز الثاني اللي هو رقم 16، لكن ما شاء الله القعود فرق اندفاعه فرق امكانيه فرق جاهزيه فزه ما شاء الله روح وخذ امكانيه. هني رايي بعد انه محافظ على هالقعود هذا لمثل هذه الاشواط، وهذا اعتقد انه جميل جدا. ابو تركي نبارك للاخ عبد الرحمن بن سلمان بن حمد المغيري فوز اليوم مرجان وانتزاعه المركز الاول في الشوط الاول. اللي يحسب المرجان يا ابو نايف مثل ما يشوفون الاخوان القعود جاء تقريبا من وراء
يعني المنافسة اللي استوت يعني في الانتشار الأول شهاب الرشيد والحصان وشادي ومنصف ومتعب، احنا لما وصلنا الكيلو الأخير ما شاء الله يعني تقدم وغيروه على ثاني وغيروه ثالث ورجع القعود ثاني مرة ما شاء الله، مصدرت الأوامر عليه المباشرة القعود من النوع اللي يصمل على العصا، صمل على العصا ما شاء الله، وباعد بينه وبين المركز الثاني وسجل توقيت مميز جميل جدا. طيب خلنا نشوف القائمة الخاصة بأصحاب المراكز في خلال مجريات الشوط الثاني بالفترة المسائية. وصلنا معكم إلى أفضل التوقيت الزمنية في الفترة المسائية اللي راح مع شاهين لطالب بن عبد الله المري بست دقائق وثانية واحدة في الشوط الثامن. باخذها معك مهندس حمد. التوقيت حضر توقيت استثنائي 6 ثانية اليوم يحضر في سباق الفترة المسائية، لو تأخذ حتى بالقياس العام للمستوى الركض ممكن التوقيت اليوم حضرت في الشوط، حضر توقيت الشوط قعود عبد الرحمن العتيبي وحضر في الشوط اعتقد الرابع او الخامس، وحضر توقيت اليوم الافضل في الشوط هذا اللي هو الشوط الثامن. يكون احيانا التوقيت بنايف دليل، ودائما هذا مش احيانا دائما دليل على قوة مستوى المطيه بغض النظر عن وين تشارك في السباق. جميل. احيانا التوقيت يحضر مع مطيه ممكن ان راعي المطيه حب ان يشارك بها في شوط متاخر لانها ممكن هي جايه المطيه جايه من ظرف معين او ظرف صحي او عارض صحي معين، بس التوقيت هذا ما يحضر الا عند المطيه اللي هي مؤهله انها تروح في شوط رمز 6 ثانية اليوم. يعني انت اليوم لو بتحسب الحلال اللي شارك في الفتره الصباحيه والمسائيه تقريبا قرب الألف مطيه وفوق الألف مطيه، فقعود كسرتيم 1000 مطيه صحيح. يعتبر قعود مميز فتره مسائيه وسباق فتره مسائيه بعدين حتى لو بنقول تنظر يا انت على سباق فترتين صحيح، حتى لو بنقول يعني ان الارض يعني لو حتى لو بنقول الارض مثلا انه صار شدد او شيء برضه ما حد كسر توقيته بعد صحيح. لا والشدد ما يصير على هالارض دائما، يصير على يعني الارض ما خدمته القعود هذا صحيح. قعود خدم نفسه بنفسه. طيب كتوقيت. خلنا نوصل معكم الى ختمنا فتره الصباحيه والمسائيه لأصحاب المراكز. طبعا هذه كانت الصورة على آخر الشوط بالشوط الثامن اللي هو فترة أفضل توقيت في فترة المسائية، هذه آخر الصورة على قبل خط النهائي 500 متر الأخيرة. عند أحد عنده تعليق على الشوط شاء قبل ما نطلع منه؟ أبو علي أبو تركي شباب هذا قعود من فاضل. طيب أبو خميس عندك تعليق سريع على الشوط؟ عندي تعليق طال عمرك إن الناس ما قال يا أخي حمد أن لو الارض فيها مهب رمل هذا كان يعني كان اجدها، لكن الارض عمق لينه وشوف التيم هذا يوم جاب القعود حتى لو يطلع منه ما يثر عليه الارض وش هي الارض رمله. وانا اشكر عمرك اشكر الشيخ فهد فلاح واشكر نهن واشكر المهندس المتابع اللي هو عبد الله بن سعيد بن فروان المري واقول بيض الله وجهك انك يعني هذا نتمنى من وطعمك ان الدورات نفس هذه انها تصير. طيب نفس التربه هذه عشان وشو الحلال ما انه ما يستوجع ولا يتعور، وتشوف ونشوف نهايه قعود ابن مخيته ولا يستغرب من قعود مخيته قعود وشوف قعود ابن فاضل بعد ما قصر كله يعني تيماته يعني قويه، لكن قعود مخيته اصر انه يكسر التيم كسر هذا قعود ابن فاضل هذا قعود فهد بن محمد بن علي بن فاضل. نعم بن فاضل احنا بن مخيته
اللي هو الشوط اللي انعرض الشوط السادس. أها. نعم هذا يقعد ابن فاضل فهذا بس الافضل توقيته هو الثامن صحيح؟ ترى ابن فاضل سابق عندنا السادس عفوا ناجل الغلط مني انا اجل نعم قعود ابن فاضل ورعي بحرين هو اللي سابق الاسبوع اللي طاف كاس الرتب وانا استغربت شنو السعر شنو الشعر اللي قعد العرض ويستاهل العرض اي والله طبعا افضل توقيت كان 6 دقائق وثانيتين واربع اجزاء من الثاني في فتره مسائيه هو القعود اي هو القعود هذا له 6 دقائق وثانيتين واربع اجزاء من الثاني تميز طيب. يا ابو نايف عن الاشواط كلها بتوقيته صحيح طيب خلينا نشوف القائمه للفتره المسائيه بشكل عام في جميع اشواط الفتره المسائيه حياكم الله متابعينا عندنا الآن اللي هو الترشيح الخاص بأشواط الرموز بإذن الله مساء الغد ببدأ فيها معك أبو صقر سعيد البرطمان طبعا القائمة هذه ما هي القائمة النهائية لسه في التسجيل لكن بناء على المعطيات أو اللي يكون عندك في الذاكرة عندك أبو صقر أو عندك مصادر المشاركين في مساء الغد تعطينا ترشيحاتك لأسماء المشاركة في أشواط الرموز هذا شوط مفتوح الحقائق لأصحاب السمو شيوخ والأمراء ومن يرغب نشوف على سبيل المثال هجن الرياسة نازل ب10 أسماء العاصفة أيضا ب10 أسماء عندك البشائر النايفات كل منهم 4 أسماء بالإضافة إلى الشيوخ الآخرين وأيضا أبناء القبائل المتواجدين أيضا من خلال اسمين بالنسبة لهجن الرياسة متواجد يمكن متعبه ومتعبه الثنتين هذيلا من الاسماء اللي بيكون لهن يعني تواجد سيد. متعبه وحده في التسجيل الاسماء اللي قلت النص العدد يعني اي في رقم الشريحه مكرر متعبه وحده يعني تكرار في الاسماء كل متعبه مرتين صحيح يعني معناته الرئاسه يكون خمس خمس اسماء خمس مشاركات صحيح يعني متعبه هجن الرئاسه عمل غدا انها انا اروح معها في الترشيح متعبه يعني اللي هو في الشوط دور الاول هجن العاصفه ايضا متواجده وكثافه في الشوط يعني عندك الشوط الاول مفتوح نعم وشعار هجن البشائر ايضا متواجد من خلال 4 أسماء يعني مستهدف الرمز لكن اسم المضمر ولا هذه الاسماء طيب لو خلينا يعني اسم يا ابو صقر نعم اسم مع متعب الهجن الرياسه مع متعب نعم طيب في الشوط الاول مفتوح كان عندك ابو علي سطام الشوط الاول اللي هو نتكلم عنه موجود اوزان والجازي طبعا من ابرز الحلال اللي نعرف التماس عند هجن الرياسه بالاضافه للريام بكره المدهوشي اوزان لها سابقه في الماضي هجن البشائر مشاركة أيضا وجود هجن العاصفة وجود الشاهنية وندى لكن إذا بتسنى الترشيح بروح مع مذيار هجن الرئاسة مع وين؟ مذيار هجن الرئاسة أوكي أبو تركي ترشيحة وتكلم عن الشوط لا أنت ترشيح بشكل عام يعني في هالشوط شوف بالنسبة للترشيح أنا بروح مع التماس لهجن الرئاسة إن كانت هي التماس صاحبة رمز مهرجان سيدي ولي العهد في الطائف البكرة هذه تصنف الأولى تقريبا طيب أبو علي والله مثل ما ذكر أبو صقر هجن الرياسة داخلة بقوة وخمسة لكن والعاصفة وأيضا من السلطنة
لكن انا بروح مع العاذريه. العاذريه العاذريه هجن النايفات. جميل جدا. طيب مهندس حمد، ممكن ابو نايف اذا بتكلم عن الشوط بالتحديد كمحك اول لهجن اصحاب السمو الاماره والشيوخ، يعني انا اتكلم عن سن الحقائق. صحيح. لان الاوراق هذه ما بينت، مش مثل سن اللقاية والاجذاع والثنايا والحيل، فاغلب الحلال مش معروف. انا اقول لكم بنسبه 80% ممكن ان بكره بيدخلون في الشوط، باستثناء البكره اللي ذكرها ابو نفير اللي هي التماس صاحبه الرمز في ميدان الطائف. لكني انا اروح في الترشيح مع الشاهينيه الهجن العاصفه، ومبارك بن احمد الخيري بتكون لها مشاركه طيبه. الشاهينيه الهجن العاصفه. العاصفه نعم. طيب ابو خميس. مرحبا ابو نايف. اول شيء يصعب الترشيح على هذا السن، لان اول مره نشوف من السنه هذه سن اصحاب السمو الشيوخ في رمز الحقائق، وهذا يصعب على الترشيح، وفيها سامي قوية التماس والشاهينية العاصفة. طيب. والنايفات، لكن أنا أروح ترشيح مع الشاهينية هجن العاصفة. طيب أبو صقر، بس على عجالة بأخذ منك اسم من كل شوط، اللي هو عندك الشوط الثاني مفتوح القعدان رموز، ترشيح الشوط الثالث أرشح السبع لهجنة الرياسة. هجن السبع. طيب والشوط الثالث. والشوط الثالث عندك مطفي الحمد بن سعيد بن حمدان آل سالمين، وأيضا عندك هني هتان المسلم علي بن دري المنصوري. الشوط الثالث. أي الشوط الثالث. أوكي. والاتحاد أيضا بشعار سعادة حميد بن سعيد النادي. في الترشيح بروح مع هتان المسلم بن علي بن دري المنصوري. حلو. بالنسبة هذا شوط البكار الجماعة. بالنسبة في الجعدان عندك بروح مع مرفوق لسعيد بن محمد آل سالمين المنصوري. جميل. أبو علي خلاص عندك أبو صقر صح؟ خلاص نعم. أبو علي اللي هو تبي الشوط الثاني مفتوح؟ الشوط الثاني مفتوح، والشوط الأول العام والثاني العام. الترشيح مع شاهين هجن الرئاسة. شاهين. أي نعم. الشوط الثالث. والله الشوط الثالث ما شاء الله فيه نخبة من القعدان، أول شيء عروبة عند طبعا هذه مقايمة نهائية يعني. أي مقايمة جبارة. طيب. عند مسلم. لكن إذا بتسألني مع الترشيح بروح مع الاتحاد حميد سيد النيادي. الاتحاد. الاتحاد. أبو تركي باقي عندك الرابع. باقي رابع. أي رابع. أبروح مع بكرة العاوي اللي هو شغموم قعد العاوي. شغموم. شغموم ها؟ أي نعم. عند جويعد ها؟ أي نعم. طيب. هذا أبو تركي. الترشيح بروح مع النايف لهجن الرئاسة. النايف. بالنسبة طال عمرك للشوط اللي بعده أنا بروح مع اتحاد. اتحاد. أوكي. نعم. الشوط اللي هو الرابع أنا بروح مع بن كليب مع هجاب. برضه أبو نايف ذكرت أن القائمة لا زالت يعني في حلال يشرى قبل شوي قعود بن وحير شراه اللي هو الشاعر محمد بن مشيط وشارك به في شوط الرمز باقي ما وصل الاسم. جميل جدا. مهندس حمد أول مخذ معك فهد بن قايم. صح. الشوط الثاني والثالث والرابع. الشوط الثاني مفتوح. أي. والله فيها أسامي كثيرة لكن أنا بروح مع الصارم لبن شريم. جميل. الشمري. الشوط الثالث اللي هو الأول العام. الثالث. أي الثالث. والله الثالث بروح مع جبارة. جبارة. اي نعم. الرابع مع هتان. مع هتان. بس مهندس حمد ومنصور جهزونا بالله عشان بقى معنا دقيقة من الوقت. تفضل مهندس والله حمد. في الجعدان برشح شاهين لكن النايف لهجن الرئاسة بيكون له حضور. اي الشوط؟ الشوط الثاني. الشوط الثاني. اوكي. شاهين ها؟ شاهين العاصفة. شاهين. العاصفة. العاصفة. طيب. نعم. الشوط الثالث. الشوط الثالث مطفية بن سالمين، وفي بكرة بذكرها اللي هي السنة ما سبقت في السعودية اللي هي حكومة العاطفة عطية القراشي يمكن في رصيدها 3 سيارات ولا طلعت تبرع ويا الثاني في الطائف الشوط الأول، بس كل مراكضها من بعد الطائف كل مراكضها سبقوا سيارات ما شاء الله تبارك الله. الشوط الرابع. الشوط الرابع الله الأسماء عطنا يا أبو بطي الوقت. بروح مع مشبب المسلم بن حمد بن متعب العامري. طيب عندك منصور خميس. شوط الشعب
اللي هو بروح طال عمرك مع طبعا في عندنا هتان قويه بقره قويه، لكن انا ترشيحها طال عمرك مع بلشه السعدون. ارفع صوتك ابو خميس. ترشيحي مع بلشه السعدون. طيب وبروح طال عمرك ترشيح القعدان اصحاب سمو الشيوخ مع شاهين هجن العاصفه. طيب والقعدان شعب مع شغموم. شغموم اللي خلاني ارشحه القعود ماضيه قوي. شغموم كان عندك ابو صقر ولا عند ابو علي؟ لا عند ابو علي. طيب لان ابو علي رشح طبعا، لان هذا مثل ميدان الشيء ميدان الكويت. طيب ويستاهل ترشيح ابو الشوط الرابع. بالشوط الرابع اي شطر. طيب نعم. شكرا لك ابو خميس. مرحبا. شكرا لك مهندس حمد وجودك معنا اليوم. شكرا فهد بن قايل وجودك معنا اليوم كذلك. شكرا ابو صقر سعيد البرطمان وجودك معنا اليوم. سلطان السهلي يعطيك العافيه. محمد الصيعي شكرا وجودكم معنا اليوم. شكرا موصول لكم انتم كذلك مشاهدي الكرام على وجودكم ومتابعتكم لبرنامج مجلس الصياح يوميا باذن الله من السادسه حتى السابعه والنصف. موعدنا معكم يوميا حتى مساء الغد باذن الله، لقاء اخر يتجدد. لذلك الحين نراكم على خير.